الانسان نفسه هو شايف ان الطبيعه هي عباره عن سوبر ماركت كبير، فبدا ان هو يستهلك الحاجات اللي موجوده فيها دون ان هو يديها مقابل. فبنلاقي ان احنا عشان نزرع مثلا الابقار، او عشان عندنا ابقار او نزرع المراعي الطبيعيه، احنا شلنا جزء كبير من الغابات فدمرنا شكل الطبيعه. غير كده ان حتى الابقار اللي احنا بناكلها فده بيطلع لنا نسبه من غاز الميثان، لدرجه ان الولايات المتحده نفسها لقيت في الدراسه اللي عملتها عن تلوث المناخ ان ثالث حاجه ملوثه للمناخ عندها بعد النفط والغاز هي غاز الميثان الناتج عن الابقار. فاحنا بنبدا نوعي الولاد ان احنا مش لازم كل يوم ناكل لحمه، او مش لازم كل يوم ناكل حيوانات، ان احنا ممكن نستبدل بدائل طبيعيه. فده بشكل كبير هيساهم في ان احنا نحافظ على المناخ. كمان ان فكره الزراعه وان الانسان دايما بقى همه ان هو يحافظ او ان هو يزرع اكتر، فده اثر على انواع كتير جدا من النباتات اللي موجوده عندنا زي القمح. فالقمح مثلا القمح بدا ان هو ما يستحملش درجات الحراره العاليه، فبنبدا ان احنا نوريهم بشكل ازاي المصري القديم كان بيختار انواع تستهلك كميه ميه اقل. كمان ازاي كان بيحافظ ان هو يربي الحيوانات وان هو يستهلك الحيوانات، ان هو يستهلك كل حاجه موجوده حواليه في البيئه. فمثلا عندنا نبات زي البردي المصري القديم لما كان بيستخدمه كان بيبدا ان هو يطلع منه الورق، يصنع منه مراكب، يصنع منه سلال، يصنع منه صنادل. وفي دراسات بتقول ان حتى الجزء المتبقي من الثمار بتاعه ان هو كان بياكله. فده حاجه كان المصري القديم نفسه كان بيعمل ريسايكلينج. فاحنا بنبدا نوري الولاد ازاي كل حاجه احنا نقدر نستخدمها من غير ما نضر البيئه. كمان بنكلمهم بشكل كبير عن الحاجات اللي المصري القديم استخدمها عشان يحافظ على الحاجات الموجوده حواليه، زي صناعه الفخار، ازاي ان هو لقى ان في حواليه طينه فبدا ان هو يشكل الطينه دي ويبدا يحرقها. كان بيحرقها بطريقه معينه عشان ما يلوث البيئه حواليه. وان ازاي ان حتى صناعه الفخار لغايه دلوقتي هي من ضمن الحاجات الصحيه اللي احنا بنستخدمها، واللي بدات المنظمات المهتمه بالتغير المناخي او المهتمه بالبيئه ان هي تنادي الناس اللي هم يستخدموا الحاجات الادويه عشان يبداوا ان هم يعيد تحليلها بعيدا عن البلاستيك وبعيدا عن الحاجات زي الالومنيوم، لان كل ده بيأثر على البيئه. كمان بنوعيهم ان احنا في بلد زي عندنا في مصر، احنا سنة 2018 كنا تالت بلد مصدرة للبلاستيك. فاحنا ازاي ان احنا نعيد تدوير البلاستيك لو هم عملوا كرافت في البيت، فده مش هيخليهم يرموا البلاستيك في نهر. كان من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها السنة دي، او الدولة المصرية اشتغلت عليها السنة دي، ان هم ازاي يحافظوا على نهر النيل. فطلعنا كتلة كبيرة جدا من المواد البلاستيكية اللي كانت موجودة في نهر النيل، بنوعيهم ان هم ازاي يحافظوا على الميه، وان ازاي ان المصري القديم كان عنده نوع من التعاليم كان اسمها الفصل 125، ان هو كان لازم بيذكر فيها ان ماء النيل انا لم الوث ماء النيل قط، وان ازاي المصري كان مهتم جدا بالنقطه دي. كمان ان احنا بدانا نشيل جزء من الرقعة الزراعيه، فالنحل ما بيلاقيش ملقحات طبيعيه بالنسبه له، فده اثر على انتاج العسل وعلى انتاج النحل. وكل حاجه احنا بنستخدمها حوالينا هي بتضر البيئه بشكل كبير. قصب السكر هو كقصب او القصب نفسه هو مفيد لجسمنا، لكن ان احنا نبدا نطلع منه السكر الابيض فده بيضر جسمنا بشكل كبير. فمثلا معلقه السكر الواحده احنا بناخد قصادها عشان توصل لنا للبيت 30 لتر ميه. في ظل ازمه الميه العالميه اللي موجوده عندنا، فاحنا بنوعي الولاد ان احنا لو قللنا السكر فاحنا بالتالي هنقلل استهلاك الميه، وبالتالي لان السكر اصلا من ضمن الحاجات المسببه لمرض قله المناعه غير مرض السكر. الحضر الاخضر هي قايمه على ان احنا نزرع المساحات الخضراء. لو كل اسره مصريه بدات ان هي تحط مجموعه من الاصابع، وان هي تستخدم البلاستيك اللي عندها ان هي تعيد استخدامه، ان هو يكون اصابع زرع او زرعت جوه قدام كل بيت ان هم يزرعوا شجره، ده هتفيدنا. كمان كان في حاجه بدائيه جدا او كان زمان بيعملوها، الاكل ما يتفنيش، الاكل تستفيد بيه حيوانات تانية، فده هيخلينا بشكل كبير ان احنا نقلل نسبه القمامه، ان احنا كمان ما نرميش حاجات في الشارع. كل دي بتكون عندنا سلوك تجاه البيئه بشكل كبير، وده هيحسن من سلوك البيئه عندنا. كمان لو بدا ان الاهالي او الاسره ان هي تقلل استخدام الموبايل، تقلل استخدام الحاجات المنتجات البلاستيكيه. لو احنا رحنا لكل سوبر ماركت وطلبنا منه ان هو يدينا حاجه بلاستيك، طب احنا ليه ممكن نستخدم البلاستيك لما ممكن مثلا نستخدم شنط زي شنط القماش وهي موجوده، احنا لو استخدمناها وهي عمرها اطول هي هتكون معانا بشكل كبير، هتستحمل كميه اكتر من المنتجات، فدي كمان هتقلل من نسبه استخدام البلاستيك حوالينا. كمان ان احنا نستخدم حاجه زي الاوراق اللي احنا كنا بنستخدمها زمان اللي هي الورق الكرافت او ورق اللحمه بشكل عام، يعني الورق ده كمان هيقلل ان احنا نستخدم كل الحاجات اللي موجوده حوالينا، وده بقى متوفر بكتير قوي في الفتره الحاليه. كمان ان احنا نحاول ان احنا نغرس في الولاد طول الوقت اللي احنا عندنا ان احنا نستخدم الحاجه بشكل صحي، ان احنا ما نستهلكش الهدوم، ما نستهلكش، او انا عندي مثلا ملابس فانا مش هرميها عشان استخدم حاجه تانية،
ان حتى استخدام الملابس او فكره ان احنا يكون عندنا ملابس كتير والملابس دي فدي كمان بتاثر على البيئه، بتاثر على البيئه بشكل كبير. فاحنا كل حاجه احنا المفروض نعلم الولاد ان هم يستخدموا كل حاجه بشكل مبسط وشكل ان هي يكون ان هم شغالين بيها بشكل استهلاكي اكتر، مش اللي هو ان انا عايز حاجه جديده طول الوقت، لا انا عندي الحاجه فانا هستخدمها واجيب دايما حاجه عمرها اطول، عمرها يكون مفيد اللي حواليا. كمان ان انا احاول دايما ازرع في الولاد حب الجمال، فحب الجمال اللي انا طول ما انا ماشي هشوف حاجه خضراء. مكيفات بشكل كبير عمال على بطال، ان احنا يكون عندنا حاجات بديله، مثلا الموبايل اللي موجود عندنا مش طول الوقت انا اشتغل في الموبايل، لان الموبايل مع الوقت هو يضطر ان البطاريه بتاعته هتبوظ، فالبطاريه ما باظت فخلاص انا بقى عندي كتله غير قابله للتحلل موجوده حاليا، فبالتالي انا بحاول ان انا اقنن استخدام الموبايل مع للطفل او بشكل عام، وطول مده استهلاك الموبايل اقلل استهلاكه بشكل كبير، فده هيطول عمر البطاريه فبالتالي مش هيبقى عندي حاجه قابله للتحلل. كمان مبادره وزاره البيئه عامله مبادره ان احنا نقدر نبدل الاجهزه اللي موجوده عندنا او الاجهزه القديمه اللي موجوده عندنا بحيث ان هي تتخلص منها بطريقه امنه للبيئه. دي من ضمن كمان الحاجات اللي عاملاها الدوله المصريه بحافظ على البيئه بشكل كبير. كمان احنا بنوجه نصائح للاشخاص العاديين او للاسر المصريه ان احنا عدم استهتارنا بفكره المناخ. احنا دايما زي ما احنا شايفين احنا في شهر 11 كان في العادي ان احنا بيكون عندنا شتاء، احنا فكره ان احنا في شهر 11 ولسه عندنا صيف، فده معناه ان احنا عندنا خطر كبير جدا للتغير المناخي. التغير المناخي مش بس بيأثر على البيئه او الطبيعه المحيطه بينا، بيأثر علينا احنا شخصيا. في حاجات احنا بنستخدمها كل يوم مهدده ان هي ما تبقاش موجوده. ابسط مثال عندنا هي القهوه بتتزرع دايما في الاماكن البارده او فوق مرتفعات فالمرتفعات دي حاليا بدات ان هي درجه حرارتها ترتفع، فابسط الحاجات اللي احنا مع الوقت مش هتبقى موجوده. كمان فكره ان الغابات ما تبقاش موجوده فده بشكل كبير جدا هيأثر على كل حاجه حوالينا. فكره ان زياده ثاني اكسيد الكربون وفكره الاحتباس الحراري هو بيأثر على جسمنا قبل ما يأثر على حاجه تانية، فاحنا بالتالي احنا محتاجين ان احنا نقلل كل حاجه من استخدامنا، نسمع التعليمات. احنا دايما بنقول الجو حر الجو ساقع، التغير فكره ان احنا الطبيعه عندنا نفسها اتغيرت ده بيأثر على حياتنا، بيأثر على سلوك البشر، بيأثر على طبيعه الامراض اللي بدات تظهر عندنا. احنا في السنتين الاخر من 2020 لغايه 2022 بدا ان احنا يظهر عندنا كميه امراض تنفسيه وكميه امراض غريبه احنا ما كناش نسمع عنها. ده بسبب ايه؟ بسبب اتجاهنا او سلوكنا تجاه البيئه. ان احنا لازم يعني اي مكان نبقى فيه لازم نحافظ عليه، كان مثلا بيئه زراعيه او عامه يعني لازم نحافظ على المكان ده، ولازم ان احنا يعني مثلا نهر النيل او البحر اللي عندنا او اي حاجه اي ميه عندنا لوثهاش او ما نرميش فيها حاجه تضرها، علشان لما بنرمي حاجه دي بتقتل الاسماك وده يعني بيأثر على المناخ بتاعنا. عرفت برضو معلومات كتيرة برضو عن الأهرامات وحاجات كده، يعني أنا مثلا كنت فاكرة أن أنا مثلا في مصر ثلاث أهرامات خونكرة. الميس اللي خدتنا يعني كانت بتفرجنا قالت لنا لأ ده في من 110 ل 40 هرم، فيعني أنا دي برضو معلومة ما كنتش أعرفها عرفتها من خلال هنا، فده أنا المفروض أحافظ عليها باستخدام المناخ. فأنا المفروض أحافظ على المناخ دوت علشان أقدر أخلي الأثار ديت تبقى عندنا وقت أطول. لما جيت لقيت الفكرة مطبقة هنا في المتحف، ده بالنسبة لي حاجة عجبتني جدا، لأن أنا مكنتش يعني أتصور إن هي مهمة جدا لدرجة إن كل الناس بتتكلم عنها. أنا اتبسطت خالص من الأطفال بتتثقف الثقافه ان انا ازاي احافظ على التغير المناخي، وان الارض دي ملكنا وبتاعتنا فلازم نحافظ ما نعملش حاجات اللي هي تبدل المناخ او تغير الجو سواء صيف او شتاء. واحنا في المدرسه كمان عندنا عملنا مؤتمر عن التغير المناخي وجبنا متخصصين يكلموا بناتنا في التغير المناخي وازاي احافظ على البيئه اللي انا عايشه فيها، وعجبتني الفكره جدا هنا في المتحف ان هي مطبقه يعني على عيالنا في سنه رابعه، فاستفادوا منها كمان، لان انا اللي بديهم سنه خمسه بناخد اصلا التغير المناخي، لكن سنه رابعه يستفيدوا، دي حاجه كويسه جدا. ابتدى يحصل في الارض تغيرات وابتدى يبقى في تغير في الصيف وفي الشتاء، فاحنا يعني على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على الحاجه دي، يعني الموارد بتاعتنا
نحاول نستغلها استغلال على قدنا باحتياجنا. التلوث نحاول ان احنا نحد ان احنا نعمل اي مخلفات او نرمي اي حاجة في الشارع. نحاول نثقفهم ان احنا احتياجاتنا تبقى احتياجات يعني الأساسية اللي هي الاحتياجات الخاصة بي انا، ما زودش في الشراء او ما زودش في اي حاجة مش هتعود عليا، غير بان انا هعمل استهلاك عام فده هيأثر على الاطار العام للبيئة اللي انا عايشة فيها يعني. وكمان اوعيهم بان انا استخدم الطاقه والموبايلات واي حاجه ميديا يعني بشكل كويس ويليق بيا، يعني يبقى صالح للعام للكل، يعني مش لشخصي انا بس، بعمل توعيه عامه. يعني احنا بنقول للبنات باستمرار عندنا في المدرسه ان انا ما ينفعش مثلا مكاني اللي انا فيه، الكلاس اللي انا عايشه فيه اللي انا قاعده فيه، احافظ عليه، اودي حاجاتي مثلا للباسكت، لما انزل الجاردن عندنا حاجات خضراء او بنقعد على النجيل او اي الحاجات الخضراء احافظ على المكان اللي انا فيه، لما بلاقي مثلا جناين وورد عندي في المدرسه ما اقطفهوش واسيبه مكانه، او احتفظ بان انا يكون ليا حاجه كويسه بحيث ان الاكسجين يبقى اكتر بالنسبه لي، عشان الاخضر يبقى يعني كتير يبقى اكسجين اكتر يعني.